زيارة تاريخية إن شاء الله إلى سمو ولي عهد المملكة العربية السعودية إلى الكويت لزيارة أشقائه في الكويت سيدي حضرة صاحب السمو وسيدي سمو ولي العهد حفظهم الله ورعاهما، والشعب الكويتي يحتفي بشكل كبير بهذه الزيارة الهامة، وهي ما هي إلا امتداد للعلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين. فنتطلع وبشكل كبير لهذه الزيارة الهامة التي ستضفي لبنة أخرى في هذا الصرح القوي المتين العلاقات الكويتية السعودية.